ساشا ينفعك ترجعني ولا بفك ميه؟ ولك بسرعه انت المناديل عشان من حياتي مش همسحها. يلا بسرعه اتحركوا ورا 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 السياره اللي طلعت بسرعه يا ساشا الكلب. ده الجوكر بتاع باتمان ده ولا ايه؟ اسمعوا لا انا لا بدي اقتل ولا سيح دم. ترك سلاحك والله معك تحرك. لا ما بدي اتحرك والله العظيم ما بسيبك. بتعرف البرنيطة اللي خرمت لي اياها قد ايه سعرها؟ جبتها من زاركيد. مبين عليك اهبل. في مثل بيقول لك لا تقتل الاهبل ولا تخلي الاهبل يقتلك. اهبل؟ انت ال 63 اهبل انت ما بتعرف مع مين عم تحكي. انا زعيم المافيا الروسيه والتركيه والشكل الحيط وافق لي. ولو رجال اطلع لي من ورا الجنه لاشوف. يا رب ما يكون سمع. سمعت شو عم تقولوا؟ لا فرجيني حالك لو رجال. يا بطل انا من عبدين يا تركيين. ولي على قامتي جثه مين هاي؟ ولك ضارب الكشاف العالي بوشي بتحميني بالزنون يا حيف على رجال. شو رايك نبدل اماكن؟ نبدل اماكن؟ شو مفكرنا عم نلعب تنس؟ ترك سلاحك وامشي بدل ما خلي اسنانك تصف دبكه قدامك. خلاص ماشي كلامك. شوف العصفوره وينها؟ احي طلعت ابن حرام مصفى يا حيوان. والله لا اوصل دخيل الله لا تقوصني. انا جاي من شان صرف اغلو. انا عندي اولاد يتامى تاركهم بالبيت هني وابوهن وامهن. كيف ابوهن وامهن هني يتامى؟ شكلي وحش موت. احميني احميني. العمى شكلك عن جد طلعت اهبل. ايه انا اهبل. يلا حليق من هون حليق. ولك سيد حسن قوم. تعال تعال يا ابني. ايه يا ساشا الكلب؟ شكلك طلع قد في التيت.